السلام عليكم ورحمه الله. كما شفتوا هذه رابحه اخت ام عيشه الله يرحمها فواحد الحاله اللي هي هستيريه امام محكمه الاستئناف مدينه بنين. لا اليوم كانت الجلسه ولكن للاسف مولات الباليزه ما جاتش وهما ما عارفينش شنو هو السبب. دخلوا في واحد الحاله اللي هي صعيبه وصعيبه بزاف وكانت واحد الصرخه اللي هي صرخه كبيره اللي استجب لها وكيل الملك من بعد ما سمع هاد الصراخ ديال الاخوات. وكان واحد تجمع اللي هو كبير امام المحكمه فدخلوا ثلاثه من العائله ديال معيشه والجديد ان شاء الله غادي نوافيكم بهم. هاد المجرمه اكيد عندها يد مع شي عصابه كبيره اللي عندها سند حيت هاد الشيء ما كيدخلش للعقل عند البوليس وما اعترفاتش فينا هي الجثة. اذا كاينه ان تما شنو غنوليو ناخذ حقنا بيدينا؟ راه هاد الشيء ماشي معقول. اذا كان المخزن ما قدرش يبين من هاد المجرمه مكان الجثة فالقضيه كما قلت لكم فيها ان خوتي. نخليكم تكملوا اهم اللقطات او اهم الاحداث اللي كانت في هذا الفيديو هذا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخوان المشاهدين كاملين يعني اللي في ارض الوطن وخارج الوطن. يعني الناس هذو يعني راه ما كاين لا احتقاق يعني حتى ما اليوم كاينه جلسه ديال السنطاق وما جاتش ما عرفناش علاش. واش كاين شي ايادي يعني خفيه مرة الموضوع هذا؟ ما عرفناش معتقله وما جاتش علاش؟ شي بغينا نعرفوا دزنا شي كاير وكيل الملك باش ندفعوها قالوا لك لا ما تجيبهاش جبنا يعني مرة الملك. احنا بغينا نعرفوا يعني شنو واقع يعني الراي العام. ما قابلتوش دابا اليوم معاها في المحكمة؟ لا والو ما جاتش كاع نهائيا من الصباح حنا تاجريو من الصباح الصباح حنا هنا هادشي راه ماشي معقول. حنا تنطالبوا يعني الناس المسؤولين السيد وكيل الملك يعني والنائب العام ورئيس الجلسة يعني باش يجيبوا الشرطة العلمية. يعني الشرطة العلمية يعني باقي حتى الآن يعني ما بينا حتى شي حاجة. علاش؟ احنا راه مغاربة وعايشة الملك يعني هادشي هذا راه ماشي معقول. باش واحد الناس عائلة كاملة تبقى تجري موراه والو راه مايمكنش. الشرطة العلمية تقتلات وراه حتى العائلة راه ميتة. دابا بغا مسكن على الجد سيدك يعني راه كلشي ميت حاليا كلشي ميت يعني الداخل ديال الإنسان كلشي ميت. يعني شنو بغينا؟ شنو بغاو هاد العائلة هادي؟ بغاو يدفنوا ديك الجثة. يعني إلا ما كانش يعني الجثة يعني فين هي الجثة؟ السيدة مبرعة مع راسها تيجيبوها بلا مينوط بلا والو يعني تضحك ولدها حتى هو يعني تيضحك. علاش شنو هادشي هذا؟ هادشي راه ماشي معقول. راه حنا تنطالبوا يعني الرأي العام وتنطالبوا كاملين يعني المغاربة اللي تيشوفونا دابا وتيسمعونا يعني باش تكون الشرطة العلمية خاصها دير خدمتها. يعني الشرطة العلمية راه في خدمة المواطن يعني خاصها دير خدمتها من أجل يعني هاد الناس هادو باش يدفنوا ديك الجثة. الشهرين دابا عباد الله قل يومين خصوصا ان مولات الباليزه راه معترفه الابن ديالها معترف فين هي الجثه. يعني هذه كانت يعني في الفقيه بن صالح دابا هي تحولت لبني ملال. حنا جينا حتى شي واحد ما بغى يهضر معنا حتى شي واحد يعني ما عطانا يعني راس الخير. اشنو هو؟ واش كاين شي ايادي خفيه مورا هذه الجريمه؟ راه ما يمكنش. راه خصنا الشرطه العلميه وخصنا الكلاب تجيب الكلاب ديال الشرطه العلميه باش هي اللي غادي تجبد هذه السيده فين كاينه. يعني الا ما كانش الشرطه العلميه يعني راه ما كاين والو. يعني الحاله تتقول ان السيد يتعمق البحث. يعني يتعمق حيت تنطلبوا من السيد وكيل العام ديال المحكمه الاستئناف بني ملال باش يعني يوقف وقفه بجانب هاد الناس هذا. وهذا الشيء يعني الا ما وقفوش معنا يعني حنا راه وصلوا حتى لعند سيدنا الله يستر سيدنا غنوصلوا حتى لعند جلاله الملك حتى القصر في الرباط وغنديروا مظاهره وان شاء الله غادي يدير الله خير. الا ما كانوش هما قادين المسؤوليه خليو ناس اخرين. المحامي تنعيطوا ليه ما تيجاوبش. بغينا النمره ديال الملف ما تنجاوبوش. علاش ما يجاوبناش البارح؟ ما تيجاوبش علاش؟ عاوتاني الصباح ما تيجاوبش حيت عنده جلسات اخرين. والسيده هذه مالها منين جات؟ مالها ماشي مغربيه؟ تي انا مغربيه اصلا. احنا كاملين مغاربه باش نغيروا على بلادنا. وهذا الشيء اللي كاين اختي. والسلام عليكم. السلام عليكم. اليوم راه دازت المحكمه اليوم راه ما جابوهاش. عقبو تاني داروا الازلو تاني للمحكمه ما كاينه حتى حاجه ما كاينه. ان الظلم في البلاد ما داروا حتى شي حاجه. هذه فاتت الجرائم
حنا كنطلبوا غير الجثه باش ندفنوها، باقي ما بغاش توريها لينا. اليوم علاش ما دوش مال؟ اش من السبب؟ ثاني اليوم وخروها، ثاني ما جاتش اليوم. اليوم حنا كنا كنتمناو شي تقول لنا شي حاجه على اختي، ثاني اليوم ما جابوهاش، اش من السبب؟ اذا كاينه شي حاجه اي ندخلوا عند هادو يزرعوا علينا، مشينا ديال البقر نصالح زرعوا علينا. واش قالوا لي انا العمر انا لقيت لاختي تمشي هي تيزرعوا علينا المخزن ديال البقر نصالح، ما كاين لا مخزن لا والو، ما كاينش المخزن، ما بقى لا مخزن لا حتى حاجه. واش حنا لا ما كاينش تنجيو لهنا يزرعوا علينا، تنمشي للبقر نصالح تيزرعوا علينا، واش ما عندناش حق؟ اختي ندفنوها ثلاثه اشهر باقي اختي ما دفنتش، كيفاش اشنو السبب؟ اش بغا يقولوا حنا اللي نقولوا؟ راه المجرمه اللي يجيبوها وتقول فين كاين اختي؟ اختي باقا ما تبانتش، كيف فين كان هذا المخزن؟ ثلاثة ثمان هذاك عاطي الفلوس، دابا نمرقوا نهضوا عاطي الفلوس من هذه القضية، لا كاين الفلوس في الفقير بن صالح، هذا باش جات لهنا، هذا باش جات لهنا كاين الفلوس، كاين الفلوس، صافي بلا ما نبقاو نخزنوا على بعضياتنا، بلا ما نبقاو نخزنوا على بعضياتنا ما كاين حتى حاجة، كاين الفلوس، كاين الفلوس، حنا ما عطيناش الفلوس، ركدوا القضية في الفقير بن صالح، حنا قلنا بغينا الجثة ديالها، عرفنا بغينا حنا اختي بلاتي بغينا اختي، ما جابوا كلاب ما جابوا حتى حاجه. نقولوا لهم سيروا جيبوا الكلاب، قال لك دايرين خدمتنا. مشينا حنايا قلنا لهم عطيونا ورقه باش نجيبوا العوام، قال لك لا دايرين خدمتنا. اش من خدمه دايرين؟ قلبوا البيات، احنا بغينا نقلبوا البيات زرعوا علينا بالكلاب، زرعوا علينا حنايا زرعوا علينا. قال لك حتى حاجه ما ديروا تمايا تمايا، قالوا لهم حنا تيزرع علينا المخزن، اش من السبب؟ واش حنا اللي قاتلنا؟ انا بعدا جيت سيمانه هما تيحقوا معايا والمجرمه ما دايرينش حتى المينات ما دايرينش فيها. اسد اسد الحكم اسد الظلم، ولي خرجي ولدينا نقتلها. يلا هي قاعد غداتهم خرجي لقينا نقتلها، ما نرى الله تعرف باللي قتلتها صافي. واش نقول لهم بغينا الجوت ما بغاش يقولوا علينا ثلاثه اشهر؟ واش هذا عباد الله؟ هذا راه ظلم، هذا راه ما عمرش انا هذه الجريمه اللي زادت الخصم. تنجيو لهنا يجريو علينا ونمشيو نبقى بن صالح يجريو علينا. اسم المخزن، اسم المخزن، ما كاين حتى مخزن، ما كاين. عسى الملك، عسى الملك، عسى الملك، عسى الملك. انا بغيت حق اختي من حقي، بغيت حق اختي، بغينا الجثه، تنطلبوا الجثه، تنطلبوا الجثه بغينا. علاش انا يعمر ليا؟ انا يعمر ليا انا اختي، قال لي السعف ديالهم كبير، خرجوا ولا نعمر لك، وقال لي انا نعمر لك ونصيفطك ولا نروح الملف. اه قالها لي انا، قال لي السيف وعلى تقليدي وهي اختي واقفه معايا، قال لي نعمر لك هذا السيف الكبير سيري، قال لي انا نعمر لك. انا جيت سمعنا من الطاريه انا تحقوا معايا والمجرمه ما داري لا موني ولا والو، وغادي انت حتحضر بها. وخرجت الباليزه 30 مليون، خرجت من الباليزه زي ما زار باليزه صغيره وفين ديال الباليزه كبيره؟ كل هي الباليزه الكبيره اللي صادت الكاميرا؟ ويلي وصلت التطيه ولا شنو؟ وكاين الكاميرا وكاين الدليل وكاين كل شيء وما باغاش تقر. كاين اعتراف وكاين الاعتراف ما تعرف الوالد وما تعرف هي وما باغاش يتقر. والكاميرا في السكين جابت السوحه باقي ما بانش الجرحى وتدير التطيه عادي. قال لي سير ولا نعمر لك، اصبح يعمر. قال لي قالت لاختي، قلت لي عمر. قال لي سير ولا نعمر. يا عندنا ترخاء خويا هزاهم، يا عندنا ترخاء بلاتي صوت خويا هزاهم. اسمرتي بس قبل نعمر اه قلت لي اشنو قالت؟ قال لي سي بحالها تكون نعمر. يلا قلت لي اشنو قالت؟ واش برت على اختي؟ فين دايراها؟ قال لي سير ولا نعمرك. اش غيعمر لي انا قاتل اختي؟ انا من دخلوا دخلت عندهم قلت لخويا اش قالوا؟ قال لي سير ولا نعمرك، هذا الساف الكبير ديال الفقيه بن صالح. الباليزه الصغيره جايبينها زارعينها هما بثلاثه وحد حضر بها وتيزرعوا علينا حنايا. حنا بغينا نعرفوا اشنو قالت لهم وتيزرعوا علينا حنا وهي تدرجوا فيها. المناط ما مديوش من مدرع المناط، علاش كيف السبب؟ السبب؟ حنا جابوا الدليل، حنا ما شفناش القصه كيفاش جابوه لينا، ما شفناش كي داروا ليا كي قتلوا ليا كي عجبوا بيا، ما شفنا حتى حاجه ما شفنا. قال لي حنا يهودو، قال لي حنا يهود، حنا عيطوا عليا عيطوا على خواتاتا ونشوفوا كل شيء. علاش؟ الاحداث باش تبردوا. اه باش تبردوا. حاجه ما بدا حاجه ما شفناها، ما بدا حاجه. شنو اللي كيقولوا راه عاطي الفلوس؟ ولا كذب الفلوس؟ هذاك الباليزه اللي جابت من القناه سميتها قالوا عاطيهم بالفلوس. علاش؟ 30 مليون، 30 مليون حاجه في الباليزه.
وانا جاري عليا الا كان يجري عليا هذا علاش تدير السبب علاش انا يجري عليا انا اللي جاي قد انا ميته كنغوت على اختي انا جاري عليا قال لي سير بحالك سير بحالك واحد نعمرك اش غادي يعمر ليا اش غادي يعمر ليا انا قاتل اختي انا ما قاتلاش قلت لي انا كون شديت شيها نقتلها وندخل انا كون شديتها انا كون شديتها قاتل اختي وعزبت اختي فانا نقتلها حنايا الجنوبيه الله ياخذ الحق في الظالم. وتحيه كبيره للعائله ديال ام عائشه اللي ما تنازلوش على حق اختهم ومازال كيطالبوا بالجود كما كانت. فكما كتشوفوا وكيل مالك طلب ان ثلاثه من العائله يدخلوا عنده من بعد ما داروا واحد الضجه كبيره امام المحكمه. فتحيه كبيره لهم وبرافو عليهم.